فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنافسون، ثم تحاسدون، ثم تدابرون أو تباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتحملوا بعضهم على رقاب بعض. نعم، هذا نفس الكلام الذي سبق. فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الله سيفتح لهذه الأمة بلاد فارس وبلاد الروم، وهما أمتان عظيمتان في ذاك الوقت، دولتان كبيرتان. أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستسقط، دولة الفرس ودولة الروم، تحت المسلمين، وأن المسلمين سيملكون ما عندهم من الثروات. ولكنه سأل أصحابه: ماذا تكونون حين ذاك إذا فتحت عليكم الدنيا واستوليتم على ممالك فارس الفرس والروم؟ ماذا تكونون؟ أي قوم أنتم؟ فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قولا حسنا: نكون كما أمرنا الله، كما أمرنا الله ورسوله. فهذا دليل على قوة إيمانه رضي الله عنه وعلى أنه لا يتغير موقفه من الإيمان بسبب الثروة أو بسبب، فهذا من باب حسن الظن بالله عز وجل ولما يجد في قلبه رضي الله من قوة اليقين. وهو معروف أنه ثري الصحابة، أنه كان عنده ثروة عظيمة، ومع هذا لم تطغه ولم تنقص من فضله وعبادته، لأنه عرف قدر الدنيا، أخذها ولم يغتر بها، وإنما أخذها لمقاصد حسنة، للإنفاق في سبيل الله عز وجل والإحسان إلى المحتاجين. فهو أخبر عما في نفسه وما يجده رضي الله عنه. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم توقع من الأمة أنهم عندما يحصلون على هذه الثروات أنهم يتنافسون فيها، كل يريد أن يحوزها دون الآخر، ثم ينشأ عن ذلك النزاع بينهم والتباغض والتحاسد على أمر الدنيا، ثم يؤول الأمر إلى ما هو أشد، وهو الاقتتال على تحصيل هذه الدنيا والمغالبة بالسيف على أمر الدنيا. فدل على أن انفتاح الدنيا على الناس أنه فتنة، قل من ينجو منه. ولهذا قال فلما نسوا، قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم، قال: ثم تنطلقون إلى مساكن المهاجرين فتحملوا بعضهم على رقاب بعض. هذا هو أن نهاية التنافس على الدنيا أنه يؤول إلى القتال، ليتغلب الأقوياء على الضعفاء ويحوز المال دونهم.